بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرة السبلين، آخر محاضرة في الكورس عندنا المرة دي. بص يا سيدي، الموضوع المرة دي تقريبا زي ما بيقولوا كده، عملنا محاضرة من اللاشيء. السبلين غالبا الناس ما بتعرفش عنه غير موضوع واحد، إيه هو؟ السبلين حضرتك بتعمل إيه؟ سبلينو ميجالي، صح كده؟ سبلينو ميجالي، اللارج سبليني، سبلينو ميجالي. الموضوع خلص، السبلين بتاع العيان انت بتبص عليه تقريبا في الفحص بتاعك ما بياخدش تقريبا 3 ثواني، 4 ثواني، 5 ثواني كتير قوي، وتشوف بتقول ده سبلينو ميجالي، شكرا على كده المحاضره خلصت ومفيش اي حاجه. ودي ميزه المحاضرتين الاخرانيين اللي هي بتاعت البنكرياس والسبلين، البنكرياس مسقط بقى جاهز، السبلين كبر ولا لا، المحاضرات خلصت. لكن الحقيقه السبلين فيه كلام كتير، زيه زي البنكرياس، زي ما قعدنا نتكلم في البنكرياس شويه هنتكلم في السبلين شويه. طيب فاكر البنكرياس كنا مشينا اناتومي، بلانت تروما او بنتريتنج تروما، الكونجنتال انوماليز، دي كانت في البنكرياس دايليتد بنكرياتيك داكت، في السبلين هتبقى الدوبلر، الاي انلارجد بنكرياس اللي هي البنكرياتيتس، في السبلين هتبقى سبلينو ميجالي، الاف الفوكال ليجن، ف بيفتكر كده تاني بتوع السبلين لوحدهم، ايه اناتومي، بي بلانت تروما او بنتريتنج تروما، سي كونجنتال انوماليز، دي دوبلر، اي لارج بنكرياس، اف فوكال ليجن. لارج بنكرياس اللي هو السبلينو ميجالي. حد فاكرهم يا شباب؟ حد افتكرهم كده؟ تعالوا نرجعهم مع بعض كده بسرعه عشان تبقى الخريطه جوه دماغك. ايه اناتومي، الناس تجاوب معايا، مش عشان اخر محاضره هننام، الناس تجاوب. ها تمام، ممتازه اسراء، الناس تجاوب. بلانتروم، سي كونجينيتال انوماليز، دي دوبلر، الاي اللارجد او سبلينو ميجالي، الاف فوكال ليش. حلو جدا، طيب ركز كده معايا، الاي الاناتومي هنتكلم عليه شويه وهناخد معلومات جديده النهارده. التروما، في البنك في السبلين مشهوره ولا مش مشهوره؟ التروما في السبلين تمام مشهوره، صح كده؟ الله يبارك فيك. طيب السي، شفت كونجنتال انوماليز قبل كده في السبلين؟ سبلينيول، ماشي. ايه تاني غير السبلينيول؟ او اكسسوار سبلين، حاجه تاني؟ ولا ما شفتش؟ واضح بشكل ما انها مش مشهوره، صح كده؟ بس في قاعده، عندنا في الطب اسمها ايه؟ القاعده؟ يو سي، وات يو، ها؟ وات يو نو، انت اللي ما تعرفش، مش هي اللي مش مشهوره، صح؟ هي مش مشهوره ولا حاجه، لا هي مشهوره فعلا، فوكال ليجن في السبلين دي مشهوره، بس حضرتك ما تعرفهاش. تمام، الدي دوبلر، الاي السبلينو ماجلي، ده كتير ولا قليل؟ كتير. طيب خليني، بما انكم بتشخصوه كتير، حد شخص السبلينو ماجلي قبل كده؟ كلنا، صح كده؟ طيب بتشخصوه. طيب تعالى كده اسالكم سؤال ذكاء، امتى تقول السبلينو ميجالي؟ لو السبلين اكبر من كام؟ according للبيشنت، according للايج، according للبادي ويت،
طيب فواضح ان احنا مختلفين اصلا صح كده؟ كريم ام ايه قال لك اما اظبطها خليها 12 ونص صح 12 ونص كده حلو قوي يعني لا كتير لا 12 ولا 13 واضح ان هم مختلفين فاطلع انا الراي وسطي ودي اسمها الوسطيه دي اسمها الوسطيه وده حلو برضه حلو حلو ان احنا نبقى وسطيين ما نقفش على بعض يعني 12 ونص انا شايف رقم حلو لطيف حد عنده اي رقم تاني؟ حد عنده اي رقم تاني؟ 13 بوردر لاين 20 خنساء قالت لك بص بقى واضح ان هو بيكلمه في كلام قليل انا اخبط رقم كده ايه يعني. طيب يبقى احنا كده ايه حتى الاسبرين اوميجالي اللي هو بنشوفه كتير ما زلناش ما عندناش فيه رقم واضح ما عندناش فيه رقم واضح صح كده عندنا فيه شويه طيب سؤال هساله حضراتكم بامانه حد فيكم قرا رقم واضح في الاسبرين اوميجالي ولا كلكم سمعتوا من السناير حد فيكم بحث كده عمل سيرش كده على الانترنت او مسك تكست بوك دور على الاسبرين الابر سايز بتاعه كام ولا سالته السناير الاغلب او كل واحد يقول هو عمل ايه السينيور النت السينيور لا خلينا السؤال الاثنين الاقدم والكتب من السينيور احنا بنسال اكبر منا صح لكن احنا نفسنا عايزين نبحث عن الحقيقه شويه طيب فوكال ليجن في السبرين ايه الفوكال ليجن اللي بتيجي في السبرين ايه الفوكال ليجن بتيجي في السبرين سيست لينفوما سيست يلا بسم الله سموا الله احنا كده خدنا كلام مبدئي وتعالوا نسمو الله ونبدا كده مع بعض بص السبرين دايما موجود على الليفت سايد بتاع البيشنت صح كده السبرين موجود على الليفت سايد بتاع البيشنت موجود هنا في الليفت ابر كوادرنت موجود السبرين بيبقى ليه شكل مميز كده طبعا كلكم عارفينه وبيبقى داخل فيه راشق فيه كده التيل بتاع البنكرياس راشق فيه كده التيل بتاع البنكرياس ودي نقطه مهمه ان التيل بتاع البنكرياس بيوصل لغايه حاجه اسمها الهايلم بتاعت السبرين او مدخل السبرين ايه الهايلم الهايلم في اي حته في اي اورجان لو الاورجان عامل كده الهايلم هو الفتحه اللي بيدخل منها الارتري والفين وبيطلع منها اي حاجه هي الفتحه البوابه بتاعتك فده بوابه السبرين الهايلم بتاعت السبرين التيل اوف بنكرياس واصل لغايه عندها حلو جدا السبرين بيطلع حاجه اسمها سبلينيك فين اللي بتمشي تحت مين سبلينيك فين اللي بتمشي تحت مين تحت البنكرياس صح كده وبتلتقي مع مين بتلتقي مع مين تلتقي مع فين تاني اسمه ايه الفين التاني بتلتقي معاه سوبيريو ميزنتريك فين اللي بيعملوا لي بعد كده البورتال فين حلو جدا امال مين اللي بيغذي السبرين السبلينيك ارتري اللي طالع منين السبلينيك ارتري ده طالع منين من السيلياك ترانك ممتاز السبرين لقوه من جوه بيكون من حاجتين حاجه لونها غامق كده اسمها ريد بالب الحته الغامقه دي وحته فاتحه كده اسمها وايت بالب يبقى السبرين مكون من ريد بالب مكون من رايت بالب سوري وايت بالب تمام يبقى واحده حمراء وواحده بيضاء تمام ممتاز والفيزلز وهي داخله ماشيه جوه السبرين بيسموها ساينس بتاعه الفين حلوه يبقى لو السبرين لما فتحوه من جوه لقوه بيتكون من حاجه اسمها ريد بالب حته حمراء حاجه اسمها وايت بالب حته بيضاء هو السبرين ده بيعمل ايه اصلا حد عارف السبرين ده وظيفته في الحياه ايه يعني احنا عارفين الكدني وظيفتها ايه وعارفين الليفر وظيفته ايه انما حد عارف السبرين ده وظيفته ايه في الحياه؟ بيكسر الار بي سيز بيعمل كريزرفوار ماشي ايه تاني؟ ريزرفوار وبيكسر ميون ريموفال طيب يبقى كده واضح من كلامكم ان هو ليه وظيفتين اساسيين وظيفه ليها علاقه بالاميونيتي مناعه الجسم وظيفة ليها علاقة بالهيماتولوجي الدم بتاع الجسم صح كده؟ بيكون بعض
الحاجات وبيكون وبيدافع عن الجسم بان هو برضه بيطلع وايت بلاد سيلز وحاجات. طيب الفانكشن بتاعته بتبقى مور في الاطفال ولا في الكبار؟ يعني الفانكشن بتاعته سواء كاميونيتي او كهيماتولوجي تبقى اكتر في الكبار ولا الصغيرين؟ في التشيلدرن، صح كده؟ في التشيلدرن. فتلاقي السبلين في التشيلدرن اهميته يمكن تكون اكتر شويه من السبلين في الادلت. عشان كده اكيد حضرتك وانت شغال شفت واحد عمل سبلينكتومي، صح كده، وماشي عادي جدا، ولا انت عارف ولا هو ولا اي حد عارف، وعامل سبلينكتومي وماشي زي الفل ومفيش اي حاجه، صح كده؟ طيب تاني قلت لك السبلين كده، بما ان السبلين بما ان جسم العيان ادي الريبس بتاعته كده، الريبس بتاعه العيان عامله الشكل ده، فالسبلين ليه جزء ليه علاقه بالريبس اسمه دايفراجماتيك سيرفيس، عشان كده تلاقي فيه علامات الريبس كده، وجزء داخل اللي جوه اللي هو بيخش فيه التيل بتاع البنكرياس اللي اسمه فيسترال سيرفيس اللي بيفتح فيه الهايلم، اللي بيفتح فيه الهايلم، يبقى ليه جزء اسمه دايفراجماتيك سيرفيس وليه جزء اسمه فيسترال سيرفيس. كل ده كلام يعني الى حد ما كلام اناتومي. طيب هل الكلام ده هيبقى ليه واقع معانا؟ بعد شويه هنشوف ايه الواقع بتاعه. نبدا نتكلم في اول كلام هيعمل بيننا شويه ديسكشن دلوقتي. هو احنا لما بنقيس السبلين بنقيسه في المنظر اللي هو بالاحمر ولا في المنظر اللي هو بالازرق؟ ايه رايك حضرتك بتقيس السبلين ازاي؟ الاحمر زائد الازرق، بتقيسه في الاثنين. في ناس بتقيسه، طيب في ناس بتقيسه في الاثنين وناس بتقيسه في واحد بس. طيب هو الاسفلين لما بيكبر بالعرض ولا بيكبر بالطول؟ ها راي حضرتك ايه؟ في الاتجاهين. واحدة عشان هنيجي في كل حاجة النهاردة إلى حد ما بشكل ساينتيفيك شوية. رخمة الأسئلة دي، صح؟ ساعات يقول لك في العلم، يعني يقول لك إن ساعات من أسوأ الأسئلة النورمال، يعني فاهم اللي هي الإيه؟ إحنا إمتى بنقيس كده؟ وليه بنحتاج؟ يعني تحس ان ايه، تحس الاسئله البيزك دي اللي هي الاسئله اللي المفروض يعني ايه، تحس انها اهو كلنا بنقيسه كده. انا رحت لقيت كل مستشفى بتقيسه من فوق لتحت، يعني حضرتك في ناس بتقيسه كده وبتكتب في التقرير ان هو الطول كذا والويتس كذا وخلاص، يعني الحمد لله والناس كويسه، ويعني وشفت يعني سناير كويسين كده وسناير كويسين كده، وحضرتك ما تدخلناش في حد يعني. فخلينا بقى ايه، ناخد شويه كلام ساينس كده بالراحه ونفكر في الموضوع. نبدأ في أول تكست، أول بالظبط، هذا ما وجدنا عليه السناير وإحنا إيه على آثارهم مقتدون. طيب نبدأ بأول تكست بوك، قال لك السبلين فوق 15 سنة ليه ياسين، في الفيميل يقيس لغاية 12 سنتي، في الميل يقيس لغاية 13 سنتي. يبقى التكست ده نفرق بين مين ومين؟ الفرق التكست ده مفرق بين مين ومين؟ بين الميل والفيميل. وطبعا طلع الفيميل اقل شويه لان طبيعي الفيميل اقصر من الميل شويه، يعني ده الطبيعي يعني. ماشي، بس طبعا احنا يعني لان طبعا احنا الكورس السنه دي موسم قتل الازواج، فاحنا ممكن نقول الفيميل هي الاطول، يعني احنا ما خلاص ما بقاش عندنا غضاضه من اي حاجه دلوقتي تضايق. تعال نشوف كده، لما تشوف الاسبرين القياس ده اللي هو من اول حته فوق لاخر حته تحت، ده اللي اسمه اللينس طول اللي بالاصفر، والقياس اللي من عند الهايلاند ده لغايه كده ده اسمه الويتس. تمام كده؟ هبدا احفظك حاجه بالراحه كده، بس ايه خليني امشي معاك بالترتيب كاننا لسه بنبدا من ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بدا الخلق؟
كيف بدأ الخلق. تعالى امشي معاك بالراحه كده. ما انا عايز ده، انا عايز لما زهقت دلوقتي يا ليه. ده كده اسمه اللينس ولا الريتس؟ اللي بالاصفر ده اسمه اللينس ولا الريتس؟ ده كده اسمه اللينس ولا الريتس؟ ده اللينس، تمام كده؟ واللي بالاحمر ده اسمه، اللي عند الهايلاند ده لغايه كده اسمه الريتس. خلاص كده؟ حط اول رقم نحفظه، اول رقم نحفظه. الويتس، الويتس من 6 ل 7 سم. الويتس من 6 ل 7 سم. طيب ماذا لو لقيت السبلين فوق الرقم ده؟ يعني قايس 8 سم، 9 سم، 10 سم، قايس الارقام دي وفي نفس الوقت اللينس بتاعه مش طويل، يعني السبلين طوله 9 وعرضه 8، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بلكي سبلين. تمام كده؟ يبقى ماذا لو السبلين كبر من الويت؟ اسمه بلكي. عارف حضرتك الفرق؟ عارف حضرتك الفرق بين واحد طويل، واحد طويل وواحد عريض؟ عارف الفرق بين القصتين دول؟ واحد عريض وقصير، واحد طويل ورفيع. الطويل ده اللي هو السبلينوميجالي، العريض ده اللي اسمه البالكي سبلين. ايوه الله ينور عليك يا فادي، مقلبز مقلبز. يبقى المقلبز هو البالكي، الطويل هو السبلينوميجالي. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم او متلخبطه معاه؟ حد مش فاهم او متلخبطه معاه؟ يبقى اول حاجه يا شباب القياس الويتس ده، الويتس ده من كام لكام؟ من كام لكام؟ من كام لكام؟ من 6 ل 7 سم. لا البالكي غير اللارج، اكتب ان هو بالكي سبلين، بالكي سبلين. طيب افرض بقى عنده الاثنين، يعني افرض ان انا قست الطول بتاعه لقيته 18 مثلا، 18 والعرض لقيته 9، يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه سبلينو ميجالي برضه، اسمه سبلينو ميجالي برضه. يبقى انا اهم حاجه عندي الطول، يبقى لو طويل اكثر من الارقام اللي هنقولها بعد شويه، لو طويل اسمه سبلينو ميجالي، لو عريض اسمه بلكي، لو عريض بس اسمه بلكي، لكن لو طويل سواء عريض او مش عريض اسمه سبلينو ميجالي. ماشي كده؟ لو طويل سواء عريض او مش عريض اسمه سبلينو ميجالي. جايه جايه يا دكتور عماد. يبقى ايه؟ يبقى احنا بنتكلم انه بالكي. جم قالوا لك في قاعده اسمها 1 3 5 7 9 11 13. نقول تاني 1 7 1 3 5 7 9 10 11 9 11 13. كل الارقام الفرديه. قال لك السبرين، قال لك السبرين بالظبط، قال لك السبرين 1 في 3 في 5 انش، انش يعني 2.5 سم. 2.5 سم يعني ايه؟ واحد اللي هو الترانسفيرس بتاعه انساه دلوقتي، 3 اللي هو 3 في 2.5 في 7.5 اللي هو الويتس، اللي هو الويتس. ماشي هجي لك يا مارجريت على السؤال بتاعك، هجي لك مش هنساك. اللي هو الويتس. طب اللينس، اللينس بتاعه 5 في 2.5 بكام؟ 5 في 2.5 بكام؟ حد كده بتاع حسابات؟ ب 15؟ اللهم صل على النبي. امال 5 في 3 بكام؟ امال 5 في 2.5 ب 13؟ امال 5 في 3 بكام؟ ما شاء الله لا حسابات ولا طب، ما شاء الله يا منار، ما شاء الله. 5 في 2.5 بكام يا اولاد؟ 11.5. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حساب يا جدعان، حد يجاوب يا جدعان. ايوه يا مي كتب، ايوه اثير، ايوه صح 12.5 تاني. فقال لك طيب يبقى الطول، يبقى الطول 12.5، العرض 7.5. ده بس بيحفظها لك كده بالتقريب. وبعدين قال لك ان هو 9 ل 11 دي الريبس، و13 هقول لك عليها كمان شويه. تاني تاني كتاب، تاني كتاب او تاني تكست، ما تخافش انا هلم لك الموضوع في الاخر. تاني تكست قال لك لا ده بتفرق على حسب طول العيان والجندر، يعني حاجتين،
طوله قد ايه والجندر بتاعه قد ايه. الرول بتاعت 1 3 5 9 11 7 9 11 13. واحد اللي هو الترانسفيرس انساه دلوقتي. 3 اللي هو الويتس، الويتس اللي هي 3 في 2.5 في 7.5 عرضه لغايه 7.5. 5 الطول، 5 في 2.5 في 12.5 يبقى طوله لغايه 12.5. بعدين 7 الويت بتاعه حوالي 200 جرام، دي انساها برضو يعني انسى 1 و7. 9 ل 11 هو بيقع تحت انهي ريبس؟ 9 ل 11 و13 اللي هي اكتر مقاس نوصل له. هنقول الكلام ده دلوقتي. طيب جه بعد كده قال لك اكوردنج بقى، ميل ولا مي ولا في ميل، واكوردنج للهايت. بمعنى مش مشكله ما تحفظهاش، ما تحفظهاش، انسى 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 الرول دي، لو حفظتها حفظتها مش مهم، مش محتاجها كتير يعني. قال لك اكوردنج يعني بمعنى صح، لو واحده ست طولها لغايه 164 سم، 164 سم، قال لك السبرين ممكن اوصل ل 12.2 واخر تحت 7.4 والمن 8.9 واخر فوق 11.3. هتلاقي حاجه غريبه مش في ميل اكتر، بس دي اعتقد 11 عشان هم متلخبطين، اعتقد دي 11.2، هتلاقي دي 11.2 مش 12، دي 11.2، دي 11. ماشي، بص كده ركز معايا، معلش احسب دي 11 عشان هم كاتبينها في كتاب غلط، دي 11. طيب يبقى تاني، يبقى قال لك لو واحده ست طولها لغايه 164 سم اخرها 11.2 والميل اخره 11.3. لو واحده ست وصلت ل 170 سم تقريبا اخرها 12 سم والراجل بقى 12.5. لو فوق كده الست اخرها 13 سم وما تزوديش عن كده، حتى لو ست طويله، حتى لو ست طويله شويه، لو ست طويله شويه قايسه 13 سم الميل يعني عداه سنه، لكن ميل اكتر من كده. هو ليه مش متوقع ان في ميل اكتر من كده؟ ليه مش متوقع ان في ميل اكتر من 180 سم؟ رير قوي يعني انك تلاقي في ميل اكتر من 180 سم الا واحده بتلعب سله يعني، الا واحده بتلعب سله يعني، صح؟ يعني ما لقوش في الدراسه اللي كانوا بيعملوها دي ان في ميل اكتر من 180 سم يجيبوها، بس لقوا الميل. بص كده لو جالك ميل داخل على 2 متر، يعني واحد بيلعب سله، واحد بيلعب سله، السبرين ممكن يبقى 14، يبقى 14 او واحد فوق 190 سم، السبرين ممكن يبقى 14 ويبقى نورمال، ممكن يبقى 14 ويبقى نورمال. طب احنا لسه متلخبطين في الارقام يا دكتور عمرو، حضرتك قلت ارقام كتير قوي، حفظت لنا معادلات وقعدت تحكي لنا قصص، وبعدين ده احنا لسه في الاطفال عندنا قصه ثانيه، ده الاطفال ليهم مقاسات ثانيه مختلفه، ميل وفي ميل ومقاس مختلف. تعال بقى نريح نفسنا خالص من الليله دي ونحط القواعد اللي هقولها لك دي. بص كده ركز معايا، صلوا على النبي، صلوا على النبي. القواعد دي سواء ميل او في ميل ايا كان طول، سواء ميل او في ميل ايا كان طول، ماشي كده. لو السبلين، لو السبلين اقل من 11 سم اتس نورمال ايا كان طول، اقل من 11 سم اتس نورمال، اكتر من 13.5 اتس اب نورمال. طب من 11 ل 13.5 بتختلف امتى اكتب نورمال وممكن اكتب اب نورمال على كذا حاجه. اول حاجه هو ميل ولا في ميل، ثاني حاجه هو طويل ولا قصير، ثالث حاجه الليفر حالته ايه. تاني جالي واحد دلوقتي الليفر بتاعه 10 سم نورمال، الليفر بتاعه السبلين بتاعه 10 سم نورمال، السبلين بتاعه 14 سم كبير، ماشي ماشي. طيب جالي من 11 ل 13.5 لا تفرق. بمعنى ايه تفرق؟ لو جات لي واحده هرسيك كده على الحوار، لو جات لي واحده قصيره طولها مثلا 145 سم ولقيت السبرين بتاعها 12، تكتب مايلد سبرين اوميجالي ولا نورمال؟ ايه رايك؟
تكتب مايلد سبلينوميجالي ولا نورمال؟ واحده 145 سنتي في ميل، في ميل والسبلين بتاعها 12. لا انا هنا هميل انها مايلد سبلينوميجالي، هميل لانها قصيره وفي ميل، قصيره وفي ميل. لا هميل انها ابنورمال، هميل ان هي ابنورمال مع ان ال 12 ده في كتب كاتباها كده. طيب لو جالي سبلين 12 سنتي بس في ميل وطوله 175 سنتي، اكتبه نورمال ولا ابنورمال؟ اكتبه نورمال ولا ابنورمال؟ نورمال. نقول تاني القاعده، بص ركز معايا الله يكرمك، ركز معايا الله يكرمك معلش، عشان في كلام كتير جدا في الكتب وانا مش عايزك تتوه، عايزك وانت داخل على الحاله تبقى بتعرف تشخص على طول. لو لقيت الاسبلين اقل من 11 سنتي خلاص الموضوع خلص، ده نورمال. لقيته اكتر من 13.5 سنتي اتس ابنورمال، ده سبلينوميجالي سواء ميل او فيميل. ماشي كده؟ عندك 2.5 سنتي هما اللي فيهم مشكله، اللي هما من اول 13.5 لغايه 11، صح كده؟ هما دول اللي فيهم كويتشن مارك. ماذا لو لقيت الاسبلين في الحته دي؟ بتفرق عندي اكوردنج لكام حاجه؟ بتفرق عندي اكوردنج كام حاجه؟ ثلاث حاجات، الليفر ستيتس، حاله الكبد، الجندر، الطول. ماشي؟ الطول. طب بتفرق معايا اكوردنج لثلاث حاجات، الليفر، الجندر، الطول. طول ما انا رايح ناحيه النميل، النميل وطويل والليفر ستيتس بتاعته كويسه، والليفر ستيتس بتاعته كويسه، ممكن اوصل لغايه 13.5 واقول نورمال. كل ما اروح ناحيه فيميل، كل ما اروح ناحيه فيميل وقصيره، ولو لقيت بالذات الليفر ستيتس بتاعتها اب نورمال، لو لقيته 11 11.5 هكتب عليه مايلد سبلينوميجالي. يبقى انا عندي 2.5 سنتي بس هم اللي فيهم اسئله، هم اللي فيهم اسئله، وبشوف بعين الحكيم اللي قلنا عليها طول الكورسات، بعين الحكيم اللي بنقول عليها طول الكورسات، هل هو ميل ولا في ميل، هل هو الكبد بتاعه بايظ ولا الكبد بتاعه كويس، هل هو طويل ولا قصير، واكوردنج بديله احتماليه من عندي. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ هنا هتخش درجه من الحكمه، هتخش درجه من الحكمه. الارقام ملخبطه في الكتب كتير، وانا مش عايز احيرك وانت واقف على عيان، مش هنقعد كل عيان نروح نفتح الكتب ونشوف هو الطول واللينس والويتس والوزن، مش هنقعد نعمل كده. عايزك انت عندك درجه من الحكمه. يعني لو لقيت راجل طويل شويه، راجل طويل شويه والكبد بتاعه كويس وكده، ولقيتها 12.5 هعديها، هكتب عادي، هكتب عادي مفيش مشكله. لقيته 13 مفيش مشكله، الراجل اطول شويتين 13.5 مفيش مشكله. لكن ما تجيش ست قصيره وعندها الكبد بتاعها تعبان والسبلين 13 واقول لها نورمال، لا انت بنوته قصيره المفروض كان السبلين يبقى تحت ال 12 بشويه. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ حد متلخبط؟ حد متلخبط؟ شباب، شباب استاذنكم تردوا، حد متلخبط او حد فاهم او حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ شباب حد فاهم؟ انما العرض بتاعي كام يا شباب؟ العرض بتاعي كام؟ العرض بتاعي كام؟ 6 ل 7 سم. الطول بتاعي زي ما قلت لك عندي رقمين، تحت 11 كويس، فوق 13.5 كبير، من 11 ل 13.5 اسئله بتشوف وبتقيم الحاله اكوردنج. لو لقيت العيان نايم على السرير طويل شويه، لو لقيت العيان قصير، لو لقيت العيان الكبد بتاعه بايظ، لو لقيت العيان الكبد بتاعه كويس، كل ده بيخليني اجاوب على الاسئله بتاعتي. طيب نيجي سؤال تاني في المقاسات بسرعه كده. هو انت في الطبيعي، في الطبيعي بتقيس اللينس، بتقيس الاي بي دايمتر، صح كده؟ ده في الطبيعي بتاعك، في معظم الاوقات بتقيس الاي بي دايمتر. طيب امتى بنحتاج نقيس الويتس دايمتر؟ امتى بنحتاج نقيس الويتس؟
امتى بنحتاج نقيس الويدث؟ حد عارف امتى بنحتاج نقيس الويدث؟ لا. عارفين العيانين اللي بيعملوا جاستريك سليف او باي باس اوبريشن؟ عارفين العيانين اللي بيعملوا عمليات البرياتريك سيرجري؟ عيانين اللي بيعملوا عمليات التخسيس ومدبسين معده او تحويل مسار او الحاجات دي؟ لازم لدكتور الجراحه تقيس له الويدث. لازم لدكتور الجراحه تقيس له الويدث. ليه؟ ليه؟ لو ادي رجل العيان اهي وادي بطن العيان اهو والاسبرين اهو وعريض كده بلكي وجايه الاستومك هنا عامله كده، الدكتور وهو بيعمل عمليه هيخبط في مين؟ هيخبط في مين؟ هيخبط في الاسبرين. فانت حضرتك بتقول له بعد اذنك لا ما تخافش، ما تخافش مثلا، الاسبرين بعيد خالص والويتس بتاعه صغيره. تمام كده؟ تقول له الاسبرين الويتس بتاعته صغيره ولا الاسبرين الويتس بتاعته كبيره وواصله لغايه الاستومك. فحضرتك بتقيس للدكتور اللي داخل يعمل عمليات التكميم، عمليات في المعده تكميم او تحميل مسار، بتقول له الويتس بتاع الاسبرين قد ايه. طيب زي ما قلنا البلاد سبلاي بتاع الاسبرين جاي من السبرينيك ارتري طالع للسبرينيك فين. السبرينيك ارتري ده اللي بيطلع من السيليير ترانك، والسبرينيك ارتري لو فاكر انت بيمشي زجزاج كده ابيرنس حوالين البنكرياس، عشان كده ساعات بنشوفه، ساعات بنشوفه عامل كده، ساعات بنشوفه عامل كده حته طالعه كده. ليه الحته الطالعه دي؟ اهي بسبب الحته اللي نازله دي، بسبب الحته دي، الحته اللي ماشيه بالعرض دي، ماشي؟ فبسبب الحاجات دي ساعات بتشوف الاسبرينيك ارتري جوه البنكرياس كده ماشي. طيب الاسبرينيك فين، الاسبرينيك فين وهو ماشي بيتحد معاه الانفيريو ميزنتريك فين الاول، الاسبرينيك فين وهو ماشي بيتحد معاه الانفيريو ميزنتريك فين، بعدين يتحد معاه السوبيريو ميزنتريك فين ويكون البورتال فين. يبقى انا عندي البورتال جاي من السوبيريو ميزنتريك فين، بورتال، بعدين انفيريو ميزنتريك فين، بعدين سبلينيك فين جاي كده. شكل شويه يعني لو انت رسمت كده ممكن ترسم شكل ديناصور كده ولا شكل حصان يعني، لو انت عايز ترسمه يعني ايه بشكل تفتكر. طيب سبلينيك فين قلنا بيمشي تحت البادي اوف بانكرياس وبيعمل هنا حاجه اسمها الكونفلونس، لو تفتكر قلناها المحاضره اللي فاتت. كنا قعدنا ايه نقول شويه حاجات كده نقط تفتكرها. طيب لو سالت حضراتكم دلوقتي، لو سالت حضراتكم دلوقتي بما انك حضرت المحاضره اللي فاتت، مين ده؟ مين ده؟ بما ماشي ما بين الاورتا والسوبيريو ميزنتريك ارت، مين ده؟ ممتازين ممتازين ممتازين، ده الليفت رينال فين، ده الليفت رينال فين، ممتازين ان شاء الله. يبقى عشان كده عايزك دايما تتعود ان الاتي السبلينيك فين، السبلينيك فين فوق السوبيريو ميزنتريك فين، الليفت رينال فين تحت السوبيريو ميزنتريك فين. المعلومه دي لازم تتعود عليها، المعلومه دي لازم تحفظها، لازم انا عايزك تحفظها على طول عشان ما تلخبطش بس وتدخل حاجات في بعض. وعشان لو لقيت ثرومبس تقول هو في انهي واحد فيهم، لو لقيت ثرومبس تقول هو في انهي واحد. طيب سؤال لحضرتك من المحاضره اللي فاتت، هو احنا بنقيس السبلينيك فين دايمتر عند الهايلم ولا بنقيسه فين؟ بنقيس السبلينيك فين دايمتر عند الهايلم ولا بنقيسه فين؟ ايوه ممتازين، بنقيسه تحت البنكرياس، بنقيسه هنا، بنقيس السبلينيك فين دايمتر هنا في الحته دي كده تحت البنك هنا، تقيسه في الحته دي، ما بتقيسوش عند السبلينيك هارت. ممتاز. فاكر الحكايه دي لما شرحناها في الليفر؟ فاكر الحكايه دي لما شرحناها في الليفر لما قلنا الليفر بيعدي 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 ويجي يحاوط السبلين، سمينا الحكايه دي ايه؟ سمينا الحكايه دي ايه؟ ممتاز ممتاز، ده السليفر، ليفر او بيفير تير. ممتاز ممتازين ممتازين ما شاء الله عليك. طب
ازاي بنعرف ان ده ليفر؟ ايه اللي يعرفني ان ده ليفر مش مثلا عيان مخبوط وان دي هيماتومه مثلا؟ ايه اللي يعرفني؟ ممتاز يا عدويه، ممتاز. ايه اللي يعرفني؟ ممتاز يا فاديه، ممتاز يا بايبل، ممتاز. ممتاز يا اسراء. ان انا اشوف البورتال فين، ان انا اشوف فيه فاسكولاريتي ولا لا، ان انا اشوفه مكمل مع الليفر ولا لا، ممكن الاقيه مكمل مع الليفر. ممتازين ممتازين اهو. ده كده بورتال فين انسايد، ده السبلين دي الحاله كانت كده، وده بورتال فين انسايد بفير تيلي. بص كده فاكر لما قلت لك من الحاجات اللي هتفرق بين الاثنين؟ فاكر لما قلت لك من الحاجات اللي هتفرق؟ ادي السبلين، ادي السبلين، وادي جزء من الليفر. وقلت لك الحاجات اللي هتفرق وجود الفاسكولاريتي، الهيماتوما ابدا ما يكون فيها فاسكولاريتي، الهيماتوما ابدا ما يكون فيها فاسكولاريتي، لكن ده في فاسكولاريتي، ده في فاسكولاريتي. ممتاز. طيب بص يا كريم تاني، ساعات الليفر دي قلناها من محاضرات الليفر، قلناها من محاضرات الليفر، ساعات الليفر بيلف يعدي يحوط السبلين، ساعات الليفر بدل ما يقف هنا ينتهي هنا، يبقى عندي الليفر لغايه هنا خلاص، لا ساعات يقوم طالع لي التيل كده، تيل كده كده، تروح تحاوط السبلين. سموا التيل دي ايه؟ سموها بيبير تيل او سليفر ليفر. فتلاقي السبلين اهو، ده السبلين، وتلاقي ده الليفر محاوطه. طيب هيجي هنا السؤال، واحد مثلا بتعمل حاله حادثه مثلا، تعمل حاله حادثه مثلا ولقيت السبلين كده وفي حاجه هنا، تسال نفسك دي هيماتوما ولا لا؟ دي هيماتوما ولا لا؟ ده سؤال مهم. دي هيماتوما ولا لا يا دكتور؟ ممكن دي تطلع هيماتوما. اعرفها ازاي؟ واتاكد ازاي؟ اتاكد منها بكذا حاجه، بوجود اتاكد منها ان دي جزء من الليفر بثلاث حاجات. اول حاجه ان انا ممكن اجيب الكونتينيوستي بتاعتها مع الليفر، انها مكمله مع الليفر، ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا ممكن الاقي فيها بورتال فين، الاقي فيها بس بورتال فين. رقم ثلاثه ان انا الاقي فيها فاسكولاريتي، الهيماتوما عمرها ما يكون فيها فاسكولاريتي، الهيماتوما عمرها ما يكون فيها فاسكولاريتي. مثلا هنا في حاله اسايتس، ادي السبلين، ادي السبلين، وادي جزء من الليفر، جزء من الليفر. طب انا عايز اعرف جزء من الليفر ده هيماتوما ولا ده كلوتنج بلاد ولا ده جزء من الليفر؟ نفس الثلاث علامات بالظبط، نفس الثلاث علامات بالظبط. بص مثلا هنا ادي الليفر منتهي هنا، ادي الليفر منتهي هنا. ما هو كلينيكال انا بكلمك الكلام ده كله يا منار، لو في حاله حادثه، لو في حاله حادثه وانت شاكه، لو في حاله حادثه وانت شاكه دي هيماتوما ولا لا. طيب بص، ده الطبيعي الليفر منتهي هنا، ده الطبيعي اهو، الليفر منتهي هنا مش محوط حوالين السبلين. شايف الفرق بين الصورتين؟ طيب تعالى نشوف هنا بقى، هناخد معلومه جديده. هو انا قلت لك مين اللي التيل بتاعه بيروح يخش في الهايلاند بتاع السبلين؟ قلت لك على مين بيعمل كده؟ البنكرياس. عشان كده ساعات حضرتك هتشوف حاجه عند السبلين كده وتقول عليها ايه؟ حضرتك لو شفت دي كده هتقول عليها ايه؟ لو شفت دي كده هتقول عليها كده ايه؟ انا عندي كذا حاجه، واحد هيقول لي سبلينيول، واحد هيقول لي لينفنوت، واحد هيقول لي ماس طلع من السبلين، وهي ولا واحده من دول، ده هي جزء من البنكرياتيك تيشو. اعرفها ازاي يا دكتور؟ برضو نفس القصه، نايم العيانه يمين وشمال هتلاقيها واصله بالبنكرياس. العيانه دي كان عندها مثلا بنكرياتيك سيست اهي، بصينا ادي السبلين وادي الليجن اللي في البنكرياس اهو. فواحده من الحاجات لما تلاقي حاجه معلومه حطها في دماغك، لما تلاقي حاجه عند الهايلم بتاع البنكرياس بتاع السبلين، هنفكر ان في احتماليه ما انها تبقى من البنكرياس، في احتماليه ما انها تبقى من البنكرياس، واحده من الاحتمالات اللي لازم تفكر فيها. ركز بقى معايا. كل ده احنا بنتكلم في الاناتومي، كل ده اللي احنا بنتكلم في الاناتومي
بتاع البنكرياس. بتاع الاسبرين. بص كده. الاسبرين هو الاورطه مليان هنا، الاورطه مليان هنا. يبقى احنا في انهي مرحله في الصبغه في السي تي؟ في انهي مرحله في الصبغه؟ arterial phase. arterial phase. ممتاز. طيب. طب هنا البورتال فين مليان، البورتال فين مليان، يبقى احنا في انهي مرحله؟ الصبغه قلت في الاورطه شويه والبورتال فين اتملى، يبقى احنا في انهي مرحله؟ الفينس فيز. يبقى ده الفينس فيز وده الارتيريال فيز. حلو قوي. لو لاحظت كده السبلين في الفينس فيز شكله هيموجينس، كانه كله ميه واحده، كاني جبت قلم واحد ولونته بالسبلين. انما في الارتيريال فيز شكله هوموجينس ولا لا؟ شكله هوموجينس ولا لا؟ شكله مش هوموجينس، شكله هيتروجينس. ليه شكله الهيتروجينس ده؟ حد عارف ليه شكله الهيتروجينس ده؟ او الموزايك ابييرنس ده، حد عارف ليه؟ حد عارف ليه بيطلع الشكل ده؟ عشان حاجتين، عشان في سينوسويدز، وعندي كمان نقطه مهمه جدا ان في ريد اند وايت، ريد اند وايت بالبس، مش كده؟ ريد اند وايت بالبس، وعشان في سينوسويدز، في حاجتين خلينا الشكل ماشي. حتى في الام ار، حتى في الام ار برضو ده ام ار بكونترست ارتيريال فيز، لقيت السبلين شكله هيتروجينس، ما تخافش. في الفينس فيز لقيت السبلين بدا يبقى هيموجينس شويه. يبقى في اثنين هيبقى فيهم شكل هيتروجينس كده، السبلين ومين؟ في الارتيريال فيز السبلين ومين؟ السبلين ومين؟ والكيدني صح كده؟ فيها كورتيكو مودالري فيز صح كده؟ ممتازين. يبقى ناخد بالنا من تركه مهمه جدا. في الاطفال الريزوليوشن بتاع الالترا ساوند بيبقى عالي قوي. ليه عالي قوي؟ لان الطفل تقريبا ما فيش سكن وما فيش ماسلز، ما فيش حاجه خالص، فالالترا ساوند ويفز كانها نايمه على السبلين على طول، فبتدي لك ريزوليوشن عالي قوي. فتلاقي السبلين في الاطفال مكون من حتت غامقه وحتت فاتحه، حتت غامقه وحتت فاتحه، اللي هي ايه دي يا شباب؟ ايه الغامق ده وايه الفاتح ده؟ الريد اند وايت بالبس. يبقى انا في الاطفال متقبل ان الاقي شكل السبلين الى حد ما هيتروجينس في الاطفال، بالذات لو استخدمت سوبرفيشال بروب. خلي بالك ان هو هنا، ان هنا نستخدم سوبرفيشال بروب، لينير بروب اللي هو ماشي مستقيم كده، مش كيرفت بتاع البطن والحوض، عشان كده باين السبلين هيتروجينس. ده مش فوكال ليجن. تاني، ده مش فوكال ليجن ماشي. لو حد رفيع قوي، استنى شوف، لا لو حد رفيع قوي ممكن، بس لا يعني غير بصراحه ما شفتهاش في ادلت خالص. هي غالبا بتيجي في الاطفال، غالبا بتيجي في الاطفال، انا شخصيا ما شفتهاش تمام. بس يعني حاجه من الحاجات اللي تتوقعها ان مش شرط كل سبلين شكله هيتروجينس في اطفال، مش شرط كل سبلين شكله هيتروجينس في اطفال يبقى السبلين مليان فوكال ليجن. بتكون ديفيوز، ده نورمال اناتومي افكتنج في كل حته ماشي. بالابدومينال بروب ممكن تبان بس مش قوي. اهي مثلا دي حاله، دي حاله بالابدومينال بروب، دي حاله بالابدومينال بروب، بس برضو بص كده تحس السبلين حتت نقط، نقط كده ما تحس انه منقط. ايه النقط اللي فيه دي؟ تحس انه منقط، نقط 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 نقط. ايه اللي منقط دي؟ اللي منقط دي الريد اند وايت بالبس. ده السبلين النورمال العادي خالص، ده النورمال العادي خالص، ده السبلين اللي فيه موزايك ابيرنس. اكتبها ولا لا في التقرير يا دكتور؟ لا لا، ما تلخبطش الام ولا تلخبط الاب ولا تخوف حد، نورمال ده، ما تخافش يا دكتور، ده نورمال ولا فيش اي حاجه، الا اذا، الا اذا، اوعى تكتبها الا اذا الام قالت لك يا دكتور ده احنا اصلا الطفل بيتعالج من حاجه في الدم، او عنده لمفوما، او عنده اي ديزيز. ساعتها لا، ساعتها لا، واحده واحده بقى، ده تكون حاجه ديفيوز من اللي هنشرحهم في الاخر. بس طالما البيبي هي بالاطفال في الاغلب، خلينا نقول اللي هي في الاطفال بنسبه يعني 99%، مش شفتهاش في ادلت بصراحه، بنسبه 99% موجوده في الاطفال، انا مش شفتهاش في الادلت بصراحه.
فخلينا نقول في الاطفال الاغلب عشان تقريبا الطفل جسمه رفيع وانت يعني حاطط يا دوبك السونار كده فاهم كانه داخل على سبليه عمر. تمام؟ تاني نقط تلاقي السبلين عباره عن نقط 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 نقط. ما تخافش ما تخافش بالاطفال، اوعى تفزع الاب والام طالما البيبي كويس جاي مثلا بيشتكي ان هو بيرجع، جاي بيشتكي ان هو عنده اسهال، جاي بيعمل فولو اب لاي حاجه، ما فيش اي مشكله، ما تطمنه ما ترعبوش. مش كل حاجه نرعب العيان، لا بالراحه، ده احتمال كبير يبقى ما فيش اي حاجه. طيب نراجع كده برضو اللي قلناه مع بعض في الاناتومي تاني. نراجع اللي قلناه مع بعض في الاناتومي تاني. احنا قلنا السبلين اللينس بتاعه الرقم اقل من كام نطمن؟ اقل من كام نطمن؟ ممتاز. واكتر من كام نكتب سبلينوميجالي؟ اكتر من كام؟ طيب عندنا 2 سنتي ونص دول كويشنز، عندنا اسئله بنسال على كام حاجه او بناخد بالنا من كام حاجه؟ 3 حاجات، الجندر ميل ولا فيميل، اللينث، والليفر ستيتس. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا في الفتره دي بنسال على 3 حاجات واكوردنج للثلاثه دول بنبدا نقيم. هو كده يعني ممكن تلاقي مثلا تلاقيني كاتب في عيانه عندها 12 سنتي كاتب انه سبلينوميجالي، وتلاقيني في عيان ثاني 12.5 سنتي كاتب ان هو نورمال. ليه يا دكتور اشمعنى المره دي كتبت سبلينوميجالي والمره دي كتبت نورمال؟ والله عشان ده مثلا دي فيميل وصغيره وقصيره وعندها الكبد بتاعها تعبان شويه، الليفر بتاعها تعبان شويه، فانا توقعت انها سبلينوميجالي. انما ليه يا دكتور ده ما كتبتوش كتبته نورمال؟ لان ده ميل وطويل والكبد بتاعه كويس فما تخافش منه ولا عندوش اي حاجه. العرض بتاعنا الويتس بتاعنا كام؟ الويتس بتاعنا كام؟ من 6 ل 7 سنتي. طيب لو اللينس كبير بنقول ايه؟ لو اللينس كبير بنقول ايه؟ لينس كبير بنقول سبلينوميجالي، صح؟ ميجالي. ماشي، لو الويتس كبير بنقول ايه؟ بالكي سبلين. طيب حلو، لو الاثنين كبار لينس اند ويتس بنقول سبلينوميجالي. امتى بارتيكولاري لازم تكتب في التقرير؟ لازم حتما ولا بد تكتب في التقرير الويتس. امتى لازم تكتب الويتس؟ في عمليات البرياتريك سيرجري، العمليات بتاعت الايه؟ العمليات بتاعت التكميم والحاجات التخسيس والحاجات دي. طيب الاسبرين بيتكون من ريت ووايت بالب، وساعات بشوف سليفر ليفر، وساعات اشوف البنكرياتيك تيل واصل لغايه الهايلاند. حد عنده اي سؤال في الاناتومي؟ حد عنده اي سؤال في الاناتومي؟ حد عنده اي سؤال في الاناتومي؟ سبلينيك لينس بريجننسي بنكبرها شويه يعني، بس عادي يعني نفس المقاسات بالظبط، ما تخافش. طيب نخش على تاني حاجه، البي اللي هي ايه؟ البي اللي هي ايه؟ التكنيك هجيبهولك، حاضر هجيبهولك في قبل البريك على طول يا ماركت، فكريني قبل البريك على طول. البي اللي هي ايه؟ البلانت تروما، سمول سبلين جاي هيتشرح لسه يا دكتور هاني. البي اللي هي بلانت تروما، ريح نفسك، في 200,000 نوع من التروما، في حاجه اسمها لاسيريشن، في حاجه اسمها تير، في حاجه اسمها كونتيوجن، في حاجه اسمها بيري كابسولر، في حاجه اسمها سب كابسولر. انت هتريح نفسك من كل ده لو شفت اي حاجه ابنورمال في السبلين في حاله تروما، سبلينك انجري فور سيتي. ريح نفسك، اي حاجه ابنورمال في سبلين في حاله تروما، سبلينك انجري فور سيتي، لازم العيان يعمل سيتي. وغالبا لو العيان ده جنرالي انستيبل، غالبا العيان ده هيروح على الاوبريتنج روم على طول، وغالبا هيشيلوا السبلين، غالبا هيشيلوا السبلين. تمام؟ فانت ريح نفسك، ما تدوخش نفسك وما تدوخش حد معاك، ما تقعدش تصعبها على نفسك. ليه؟ لان انا عندي حاجات كتير قوي، عندي حاجات كتير قوي، عندي حاجه اسمها لاسيريشن، عندي حاجه اسمها سب كابسولار هيماتوما،
عندي فيري سبلينيك هيماتوما دي، بس هكلمكم عليهم شويه. السب كابسولار والبيري سبلينيك، عشان ساعات البيري سبلينيك يسيبوها يقول لك سيب العيان، السب كابسولار يشيلوا السبلين. فيعني ممكن نحاول نفرق بينهم شويه ماشي. ممكن نحرق سي تي لازم وسكونترست، لازم وسكونترست، طالما تروما لازم سي تي وسكونترست. بص كده، ده النورمال طبعا سبلين، وده الكدني، وده الدايفرام. انا عندي كده كذا حاجه، ادي الدايفرام سبلين وادي كدني ماشي كده. مفيش ما بين الكدني والسبلين، ممكن الاقي شويه فات، ممكن الاقي شويه فات بس ما الاقيش حاجه ثانيه، اي حاجه خالص ما الاقيش، ولا ايه فلويد ولا اي حاجه. طيب في بعض الاحيان في التروما، حاله التروما تلاقي السبلين في حاجه عامله كده. يا دكتور ما بعرفش اوصف. اريا اوف altered ايكوجينيستي اوف abnormal ايكوجينيستي اوف اي حاجه غني، اكتبها بالعربي، حته غريبه، اعمل اي حاجه. المهم العيان ده لازم يروح يعمل سي تي وذ اي في كونتراست. دلوقتي في الاخر اهم حاجه في حالات التروما الاوبينيون، مش الديسكريبشن، مش لينير برانشنج تراكتنج، مش عارف، فكك من الكلام الفاضي ده. اهم حاجه عندي الاوبينيون في الاخر، سبلينيك انجري فور سي تي وذ اي في كونتراست، لازم حتما ولا بد خلاص نعمل سي تي وذ اي في كونتراست. طيب سؤال، في حالات السبلين انجري يفضل نعمل سي تي شيست وابدومن وذ اي في كونتراست، ولا سي تي ابدومن بس؟ سي تي شيست وابدومن، ولا سي تي ابدومن بس؟ ايه رايك؟ ها؟ سي تي شيست وابدومن، ليه؟ حد يعرف ليه؟ حد يتوقع ليه؟ حد يتوقع ليه؟ لازم نعمل الاثنين؟ ايوه ممتاز، عشان واحده من الحاجات، واحدة من الحاجات اللي ممكن كده انه يحصل، انه يكون حصل فراكشر ريب، وهي اللي عملت بالظبط، برافو عليك، وهي اللي تكون عاملة مشكلة في الاسم. تاني بص كده، ده سبلين اهو، لقينا المنظر ده خلاص، انت لقيت اريا في ابنورمال ايكوجينيستي، خلاص هنعمل لها، نعمل لها سي تي. رحنا لقينا المنظر ده، الحتة دي اهي اللي هي رقم واحد دي اهي، ورقم اتنين دي اهي، تمام. وكمان لقينا بدا يتكون فلويد حوالين السبلين من كل ناحيه، بير سبلينيك فلويد. خلاص في حاله زي دي خلاص خلاص هيشيلوا غالبا السبلين. اي حته ولو فينت، لو حته فينت كده، خلي شكك في التروما لصالح العيان، خلي شكك في التروما لصالح العيان. هما بيقولوا لو الانجري دي واصله من الكبسول للكبسول بيسموها سبلينيك فراكتشر، كانه اتكسر، سبلينيك فراكتشر. تاني اهو، تروما واصله من الكبسول للكبسول سموها سبلينيك فراكتشر. المصطلحات لطيفه لما تكتبها، شكلها خفيف، دمها خفيف، المهم ان في الاخر الطريق بتاعنا كلنا واحد، الطريق بتاعنا كلنا واحد. نيجي بقى الحاجة قلت لك ممكن تختلف في التقرير شويه او تغير التقرير شويه. السب كابسولار هيماتوما من البيريسبلينيك هيماتوما، مين اللي فرق لي الموضوع؟ اللي فرق لي الموضوع الخط الابيض ده، اللي هو مين الخط الابيض ده يا شباب؟ مين الخط الابيض ده؟ مين الخط الابيض ده؟ حد عارف؟ مين الخط الابيض ده يا شباب؟ الكبسول، صح كده؟ الكبسول، الخط ده الكبسول، الدايفرام اهو، الدايفرام هنا، الدايفرام هنا، ماشي؟ طيب دلوقتي الصوت رجع ولا لسه؟ الصوت رجع ولا لسه؟ الصوت كده رجع ولا لسه؟ الصوت رجع؟ دي كده اللي انا ماشي عليه بالاصفر ده، اللي انا ماشي عليه بالاصفر ده اسمه الكبسول، سبلينيك كبسول. لو الهيماتوما او الفلويد تحتيها يبقى اسمه سب كابسولر، لو فوقيها الهيماتوما اسمها بيريسبلينيك.
رأي حضرتك مين الأخطر، الساب كابسولر ولا بيريس بليت؟ مين أخطر، الساب كابسولر ولا بيريس بليت؟ متوقع مين يبقى أخطر فيهم؟ الساب كابسولر اللي رايح ناحية السبلين أكتر، صح كده؟ البيريس بليت ده ممكن يكون من حتة تانية بعيدة خالص أصلا، ممكن حتة تانية بعيدة خالص. طيب فتاني بص كده، بص كده الديافرام اهو، ده الديافرام وده السبلين وفي انجري تمام، وفي خط ابيض اهو، الخط الابيض ده الكبسول الهيماتوما كده تحتيه وفوقيه، يبقى العيان ده عنده سب كبسولار هيماتوما وبيريس بلينك هيماتوما، عنده الاثنين، عنده بيريس بلينك وعنده سب كبسول، عنده الاثنين تمام كده. تاني هنا ايه رايك، دي سب كبسولار ولا بيريس بليت؟ ايه رايك دي سب كبسولار ولا بيريس بليت؟ المهم عندي كله اعرف الخط الابيض فين، اعرف الدنيا، ادي الخط الابيض الهيماتوما براه، تبقى دي بيريس بلينك هيماتوما، بيريس بلينك هيماتوما. طبعا قلت لك اوعى تلخبط البيريس بلينك هيماتوما عن السليفر ليفر، اوعى اوعى البيريس بلينك هيماتوما تلخبطها في السليفر ليفر. ادي ادي السبلين اهو، وادي حاجه هو حواليه ده، بص كده لا تطلع ايه سليفر ليفر تمام، او الميديرتي. بص كده ايه، لا حتى ما هو ممكن يبقى فيه تروما وفي كده، يعني ممكن يكون فيه الاثنين، ممكن يكون فيه الاثنين. بص كده لو قلت لك ان ده الكبسول، ده الكبسول، يبقى انت عندك ايه، يبقى انت عندك ايه سب كابسولر و بيريس بلينك، عندك الاثنين. حاجه ثانيه، حاجه ثانيه تقول لي ان هي سب كابسولر هيماتوما، ان السبلين يبقى فيه ميلة لتحت كده، يبقى فيه حتة مضغوطة. البيريس بلينك ما تضغطش الاسبلين كده. البيريس بلينك تضغط الاسبلين كله على بعض. ما تميلش الاسبلين كده. ما تخليش الاسبلين محصول فيه كومبريشن كده أو اندنتيشن كده. ماشي؟ بس الأكتر إنك تقفش الكبسول. الأكتر إنك تقفش الكبسول. ومع ذلك لو أنت تعبان من كل الليلة دي بالظبط، سبلينك إنجري فورسيتي ومالكش دعوة. سبلينك انجري فورسيتي ومالكش دعوه. بص على دي كده كويس وقول لي ايه رايك في دي ايه. بص قول لي ايه رايك في دي ايه، سب كابسولار هيماتوما ولا بري سبلينك هيماتوما؟ ركز كده شويه وحاول تبص عليها شويه. ايه رايك؟ بص كده مش عايز هنا، بص كده الخط الابيض فين، بص كده الخط الابيض فين، الخط الابيض اهو، تبقى التروما دي تحت الخط الابيض ولا فوق الخط الابيض؟ التروما دي تحت الخط الابيض ولا فوق الخط الابيض؟ تحت ولا فوق، بعيده عنه ولا جواه؟ اب اوت صح، بره صح. طيب امال ايه، امال ايه الحاجه دي، امال ايه الحاجه اللي انا عمال انقطها دي، ايه الحاجه اللي عملها دي؟ تعال نشوف كده، ايوه ممتاز، كل ده من بره السبلين، والحاجه البيضه دي، الحاجه البيضه دي سبلين، ده بلاد كلوت، ده بلاد كلوت، ده كلوتد بلاد، يبقى العين ده عنده بيرسبلينك هيماتوما، بيرسبلينك بره السبلين. المهم قفشت الكبسول، قفشت الكبسول، الكبسولة اهو والهيماتوما دي براه، تبقى دي بره بيريس بلينك هيماتوما وال فيش. طيب طيب ايه رايك، دي بيريس بلينك ولا ساب كبسولر ولا الاثنين؟ بيريس بلينك ولا ساب كبسولر ولا الاثنين؟ دي فيها الاثنين صح، ادي الكبسول الخط الابيض اهو، كبسول الخط الابيض اهو، وادي السبلين اهو، والسبلين حصل فيه نوع من انواع الاندنتيشن كمان، حصل فيه اندنتيشن، وادي هيماتوما سب كابسولر وهيماتوما بيريسبلينك.
حضرتك بتقفش بتقفش. بص السبلين في اندنتيشن ازاي، حضرتك كده ايه قفشت الموضوع كويس. ايه القاعده اللي القاعده اللي قلناها مع بعض؟ اي سيست اي سيست في الجسم نعمل فيها ايه؟ اي سيست في الجسم نعمل فيها ايه؟ كالر دوبلر. لقيناها طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت فاسكولار. يبقى سبلينيك فاسكولار انجري فور سي تي ويز اي في كونترست، او سي تي انجو ويز اي في كونترست، او سي تي انجو على طول. ماشي؟ بس سبلينيك فاسكولار انجري، سبلينيك فاسكولار انجري. ليه جريد؟ التروما ليها جريد، التروما ليها جريد، بس الكلام ده طبعا اكتر منه في السي تي، اكتر منه في الالتراساوند. احنا كده اتكلمنا في الاناتومي واتكلمنا في التروما سواء بلانت او بنتريتنج، وقلنا بس انا عايزك تركز شويه كده على الفرق بين البيريسبلينيك والساب كابسولار هيماتوم. غير كده في كل الاحوال سواء عرفت ولا ما عرفتش، انت بالنسبه لك قرارك واضح. سبلينيك انجري فور سبلينيك انجري فور سي تي سي تي ويز اي في كونترست. تمام كده؟ حد عنده اي سؤال في اللي فات؟ حد عنده اي سؤال في النقطتين اللي فاتوا؟ حد عنده اي سؤال في النقطتين اللي فاتوا؟ طيب هنخش بعد كده على الكونجينيتال انوميز، هنخش بعد كده على الكونجينيتال انوميز. بص يا سيدي، هناخد شويه معلومات كده سريعه، كلمه ورد غطاها على كل سبلينيك انولي بما انك ما بتشوفهاش كتير. وبعد كده فاسكولار ليجن ات ذا هايلم. مش فاهم سؤالك، مش فاهم سؤالك يا كريم. تعال نشوف. اول حاجه حاجه اسمها سبلينيك كليفت. سبلينيك كليفت حته كليفت كده بيخش يقسم السبلين. كليفت يعني ايه؟ شويه فات كده يخشوا يقسموا السبلين كانه بقى فيه اتنين سبلين جنب بعض. حاجه اسمها سبلينيك كليفت، ولا تخاف منها، نورمال فاريانت عادي خالص. طب ليه يا دكتور ده ما يبقاش انجري؟ ليه ده ما يبقاش انجري؟ ليه ده ما يبقاش مثلا تير؟ عندي كذا فرق. رقم واحد، هل في هيستوري اوف تروما ولا لا؟ رقم اثنين، معظم الليجن، معظم الهيماتوما اللي وريتها لك هايبو ايكويك ولا هايبر ايكويك؟ هايبو ايكويك ولا هايبر ايكويك؟ هايبو، انما ده ايكوجينيك لاين صح؟ خط ابيض. فخط ابيض جاي لي في واحد سليم ما خافش منه خالص، ده اسمه سبلينيك كليفت نورمال باريت. بص بقى ركز، في حاله اسايتس، في حاله اسايتس لقيت السبلينيك كليفت ده بدل ما كان مليان دهون اتملى فلويد في حاله اسايتس. ليه ده مش هيماتوما؟ ليه ده مش هيماتوما؟ هنا بقى فرق واحد بس، ليه فرق مش هيماتوما؟ عشان قول لي الهيستوري. بمعنى اياك ثم اياك ثم اياك تيجي حاله تروما وفيها بتاع عامل زي كده وحضرتك تكتب لي سبلينيك كليفت نورمال فاريانت. استحاله. تروما ده سبلينيك انجري، ده سبلينيك انجري ماليش دعوه. يطلع بعد كده ايه يعني العيان يعمل ستي ويطلع طلع اي حاجه مش مشكله، لكن ما يبقاش العيان عنده نزيف وبطنه مليانه مش عارف ايه والسبلين متقطع وحضرتك تكتب لي ان هو ده نورمال فاريانت. تمام؟ لكن لو لقيت مثلا عيان عنده سيروزس، عيان عنده سيروزس وعنده اسايتس في جسمه، عنده اسايتس في جسمه، وبعدين بروح عند السبلين لقيته عنده سبلينوميجالي ولقيت عنده حاجه كده، ما تتخضش. اكتبها سبلينيك كليفت موجوده، ما تخافش منها خالص، ما بتعملش اي حاجه. تمام كده؟ يبقى دي حاجه اسمها سبلينيك كليفت. تاني دي كده وصلت لغايه الاخر خالص تقريبا او قبل الاخر خالص، سبلينيك كليفت. بس الشرط عندي اساسي، الشرط عندي اساسي ما يبقاش فيه هيماتوما. السبلين ساعات كمان تلاقي فيه لوبيوليشن، يعني عامل لبيول زيه زي الكدني. السبلين تحس ان هو بيقلد الكدني في كل حاجه، تحس انه بيقلد الكدني في كل حاجه. بمعنى
الكيدني في الارتيريال فيز كان فيها كورتيكو مودالر ديفرنشيشن. قال لك انا برضو في المودالر فيز هعمل لك موزايك ابييرنس. الكيدني كان بيجي فيها فاريانت لوبيوليشن، قال لك انا كمان هيجي فيا فاريانت لوبيوليشن. فده واحده برضو من الفاريانت اللي موجوده جدا في السبلين، ما تخافش منها. هيقول لك زي ما الكيدني فيها لوبيوليشن انا كمان فيا لوبيوليشن، ما تخافش منها. السبلينك ليفت ما تجيبوليش سيره، لو عايز تكتبيه تكتبيه، بس الاحسن ما تكتبوش. انا احسن ما تكتبوش، مش هعمل حاجه. فما تخافش، ده مش فوكال ليجن، ده سبلينك ليجن، مفيهوش اي حاجه. عايز منك تركيز 5 دقائق عشان ناخد البريك. عايز منك تركيز 5 دقائق بالعدد. 5 دقائق بالعدد. بص بقى، عشان هنفرق بين كذا حاجه دلوقتي. هنفرق بين حاجه اسمها اكسسوري، معلش ركز معايا وسيب اللي في ايدك. اكسسوري سبلين او سبلينيوز او سبلينيكيولاج، وهنفرق بين حاجه اسمها اسبلينوزس، وهنفرق بين حاجه اسمها اسبلينوزس. ماشي. الاكسسوري سبلين او السبلينيكيولاس او السبلينيولز بيبان ازاي؟ بيبان سبلين وجنبيه حته جنبه شبهه بالظبط، كأن أم وابنها الصغير، كأن أم وابنها. يبقى تاني كل اللي باين عندي كالآتي: سبلين وعندي ابنه جنبه حامل في ده. ماشي. ده ماتش مور كومن. هتشوف الحكايه دي في، يعني في كل 4 حالات تلاقي حاله فيهم فيها سبلينيوز. مش كده؟ او تاني بيتبع السبلين، بتتبع امها في كل حاجه، يعني الام سمراء الابن اسمر، الام بيضاء الابن ابيض، الام لونها ازرق الابن لون ازرق. تمام. يبقى دي اول حاجه عندنا اسمها اكسسوري سبلين او سبلينيول. اكسسوري سبلين او سبلينيول. طيب دي اول واحده لازم تبقى عارفها. بص كده، حتى في السي تي او في الام ار تتبع السبلين في كل الفيزز. الفيز المنقرشه هي تتنقرش، الفيز هوموجينس هي هوموجينس، منقرشه منقرش، شكلها غريب شكله غريب، اي حاجه تتبع السبلين بالظبط، لانها بنت. التعبير الثاني سبلينوزس، التعبير الثالث بولي سبلينيا. يبقى ثاني عندي 3 تعبيرات: اكسسوري سبلين او سبلينيول، اللي هو سبلين وابنه الصغير جنبه. التعبير الثاني سبلينوزس لسه ما شرحناهوش. التعبير الثالث بولي سبلينيا. افرقه ازاي عن البنكرياس؟ انه مش واصل بالبنكرياس، هتلاقيه سيبرابل فروم بنكرياس، زي ده كده سيبرابل فروم بنكرياس خالص، هتلاقيه سيبرابل فروم بنكرياس خالص، ملوش دعوه خالص بالبنكرياس. تمام كده، مفيش لا جواه اي حاجه ولا بتاع، هو شبه الاسبلين بالظبط. ايه بقى البولي سبلينيا سيندروم؟ عشان تفهم البوليسبلينيا هنشرح حاجه اسمها هيتيروتاكسي سيندروم الاول، او الايزومريزم. ركز بقى معايا في الكلام ده. السبلينيول ما تذكروش، الدايجنوزز انه يبقى بعيد عن البنكرياس، حاجه لازقه في السبلين شبهها بالظبط بعيد عن البنكرياس. ولو انت عملت بالكومن، مين فيهم كومن؟ ده مثلا لو قلت 99% لو بنكرياتك تيل ماس نسبه 1%، لو لينف نود 1%، لكن 99% بيطلع سبلين. ماشي كده؟ طيب نيجي لتاني حاجه، بولي سبلينيا سيندروم. بص، في حاجه اسمها سايتس، يعني ايه سايتس؟ يعني انا عندي ده الليفت لانج. الليفت لانج مكونه من كام لوب؟ حد عارف؟ الليفت لانج مكونه من كام لوب؟ حد عارف؟ الليفت لانج مكونه من 2 لوبس، والرايت
والرايت لانج 3 مش كده؟ ممتاز. طيب عشان هنا في مكان اللوب ده في الهارت، حلو. الايبكس بتاع الهارت ناحيه الليفت والسبلين ليفت والليفر رايت. لو الكلام ده كله اتعكس تماما بنسمي ده سايتس انفيرسس. سايتس انفيرسس، لو الليفت لو السبلين بقى جه ناحيه الرايت والليفر جه ناحيه الليفت سمينا ده سايتس انفيرسس، عكس. انفيرس جاي من العكس، يعني سايتس سايتس جاي من السايت، يعني لو عايز تحفظها يعني سايتس جاي من السايت. انفيرسس هنا السايتس اتعكس بقى الليفر ناحيه الليفت والسبلين ناحيه الرايت. قال لك طب والقلب قصته ايه؟ القلب واللنج قصته ايه؟ او القلب بالذات. قال لك والله لو القلب اتعكس هو كمان الايبكس بتاعته وجت ناحيه الرايت هنسمي ده سايتس انفيرسس توتاليس. لو الهارت الايبكس بتاعته في مكانها بنسمي ده سايتس انفيرسس بس. سايتس انفيرسس بس مش توتاليس ولا حاجه. تمام كده يا شباب؟ يبقى أول حاجة إنهم عكسوا سميناها inverses. في حاجة بقى ما عكستش لا في مكانها ولا عكست، بقت ambiguous، بقت موجودة في النص. الليفر بقى موجود في النص، بقى الليفر موجود في النص. إيه بقى اللخبطة دي؟ قال لك الليفر موجود في النص واللنج كمان بيبقى فيها مشكلة، لا إما الاتنين بيبقوا ليفت يعني فيها اتنين لوب بس، لا اما الاتنين بيبقوا رايت فيهم ثلاثه لوب. ساعتها اسمها ليفت ايزوبريزم ودي اسمها رايت ايزوبريزم. تعالى تاني عشان ما نتلخبطش نشرحهم مع نفسنا. انا عندي بتكلم على مستوى اربعه ستراكشر. اربعه ستراكشر. اللنج والهارت والليفر والسبلين. ماشي، بتكلم على اربع حاجات. في النورمال الطبيعي بتاعي، النورمال الطبيعي بتاعي اللنج عندي ناحيه الرايت فيها ثلاثه لوب وناحيه الليفت فيها اثنين لوب. ده بالنسبه لللنج. الهارت الايبكس ناحيه الليفت. وبالنسبه للابدومينال اورجن السبلين عند الليفت والليفر عند الرايت. ده الطبيعي. لو عكسوا، لو كلهم عكسوا سمينا ده ايه يا شباب؟ سمينا ده ايه؟ لو كلهم عكسوا سمينا ده ايه؟ سمينا ده ايه؟ سايتس انفيرسس. انفيرسس عكسوا. انفيرسس عكسوا. انفيرس حصل انفيرس. تعال نشوف اللنج مالناش دعوه بيهم، خليهم في مكانهم زي ما هم مش هنتكلم عليهم. الهارت في احتمالين، لا اما يفضل مكانه الايبكس ناحيه الليفت، لا اما يعكس هو كمان ويبقى ناحيه الرايت. امال مين اللي عكسه؟ السبلين والليفر عكسوا. عكسوا، الليفر بقى ناحيه الليفت والسبلين بقى ناحيه الرايت. طيب قال لك الاتي، قال لك الاتي، لو الليفر ثانية واحدة. لو الليفر سوري الليفر والسبلين عكسوا ده سميناه سايتس انفيرس. يبقى على المستوى الثاني اللنج فضلت مكانها، الليفر والسبلين عكسوا، بقى الهارت. لو الهارت عكس هو كمان بقى اسمه توتاليس، ولو ما عكس بقى اسمه عادي سايتس انفيرسس بس. ماشي كده؟ عندنا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث في الآتي: الهارت هيبقى الايبكس بتاعه في الميد لاين. الهارت هيبقى الايبكس بتاعه في الميد لاين والليفر هيبقى في الميد لاين. سمينا ده ايه؟ الهارت في الميد لاين والليفر في الميد لاين، سمينا ده ايه يا شباب؟ سمينا ده ايه؟ امبيجوس. سميناه ايه؟ امبيجوس. طيب اللنج حصل فيهم ايه يا دكتور؟ قال لك للاثنين، للاثنين يبقوا رايت، للاثنين يبقوا ليفت. للاثنين يبقوا رايت، للاثنين يبقوا ليفت. لو الاثنين ليفت يعني فيهم ثلاثه لوب كل واحد، سمينا ده
ليفت ايزوموريزم، لو الاثنين رايت سميناه رايت ايزوموريزم. مفهومه كده يا شباب؟ مفهومه كده؟ الناس فهمت؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ عندنا لانج وهارت وابدومن وليفر وسبلين، حلو كده؟ طيب في المعلومه رقم 4 مين اللي ناقص؟ في المعلومه دي مين اللي ناقص ما اتكلمناش عليه؟ اللي هي الامبيجوس، مين اللي ناقص ما اتكلمناش عليه؟ السبلين حبيبنا بتاع النهارده، لسه ما قلناش هيبقى فين؟ انت قلت لي الليفر بتبقى في النص والهارت بيبقى في النص. امال السبلين بيبقى فين يا دكتور؟ قال لك السبلين ليه احتمالات. ليه احتمالات؟ لا اما يختفي خالص ما يبقاش موجود سموها اسبلينيا سندروم. لا اما يبقى صغير ومالتيبل سموها بولي سبلينيا سندروم. بولي سبلينيا سندروم. ماشي كده؟ حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ طيب هرسم لك وقول لي دي ايه؟ هرسم لك وقول لي دي ايه؟ ادي الرايت سايد وادي الليفت سايد. هرسم لك وقول لي دي ايه؟ من غير ما اقول لك بقى، ادي اللنج هنا 3 مول وهنا 2 مول. ماشي؟ ادي الهارت ايبكس توورد رايت ليفر سبلين. سميت ده ايه؟ ايه رايك تسمي ده ايه؟ تسمي ده ايه؟ ممتاز ممتاز، ممتازين ممتازين، سايتس انفيرسس تنس، ممتازين. طيب هرسم لك حاجه ثانيه، هرسم لك حاجه ثانيه. معلش انا عارف الحته دي رخمه، بس صدقني صدقني من ارخم الحتت اللي محدش فاهمها خالص، فبالراحه انا بحاول افهمها لك واحاول احفظها لك وخليك تجاوب عليها كتير، فمعلش استحملني فيها شويه. ادي الرايت سايد وادي الليفت سايد، الناس بتسمع الكلام ده بتهرب منه، بس انا هحاول افهمها لك بالراحه خالص. 3 لوب و3 لوب، الهارت في النص، الليفر في النص، مفيش سبلين. تسمي ده ايه؟ تسمي ده ايه؟ سايتوس امبيجوس ويز. بص بقى، بص التعبير الكامل بالنسبه للسايت، سايتوس امبيجوس صح كده؟ سايتوس امبيجوس ويز رايت ولا ليفت ايزومرزم؟ الرانج 3 رايت ولا ليفت ايزومرزم؟ عنده 2 لانج، الاثنين رايت بقى اسمهم رايت ايزومرزم. ماشي؟ وعنده السبلين موجود ولا مختفي؟ مختفي، اسمه اسبلينيا سندروم. شفت بقى التعبير اللي كان صعب بالنسبه لك انت جاوبته بسهوله ازاي؟ تخيل بقى، طبعا انت لو سمعت الكلام ده في الاول اي حد هيرعبك بيه، يقول لك انا شفت حاله فيها سايتوس امبيجوس وزرايت ايزومريزم واسبلينيا سندروم. طبعا انت لو سمعت التعبير كده كوكتيل على بعضه، يا نهار اسود حنيل، كل الكلام ده واضح انه كلام كبير، وواضح انه امبريولوجي، وانا ما بحبش الامبريولوجي ده، صح؟ لو انت خدته بالراحه هتجاوب على كل حاجه، لو انت خدته بالراحه هتجاوب على كل حاجه. طيب طيب تعال نرجع بقى تاني لقصتنا ونشوف الموضوع كده بالراحه تاني. تاني اهو لاخر مره، لاخر مره. هنا اللانج دي فيها 2 لوب، الرانج دي فيها 3 لوب، الايبكس ناحيه الليفت، ده الليفت وده الرايت، الايبكس ناحيه الليفت والسبلين ناحيه الليفت والليفر ناحيه الرايت، ده الطبيعي. السبلين والليفر عكسه بقى، الليفر ليفت والسبلين رايت، بقى الليفر ليفت والسبلين رايت، سموا ده سايتس انفيرس. اللانج فيهم زي ما هي 2 و3 و2، سوري انا اسف معلش، لا معلش انا اسف معلش، اللانج هنا عكست، اللانج هنا عكست، بقت هنا 3 و2، 3 و2 ماشي. ومهم عندي الايبكس بتاع الهارت، الايبكس بتاعت الهارت، الايبكس بتاعت الهارت لو في مكانها بقى عادي، ده سايتس انفيرسس. بس لو الايبكس بتاعت الهارت هي كمان لفت بقى اسمها توتالس. طيب في حاجة أخيرة، لو الليفر فضل في الوسط، الليفر بقى في الوسط والهارت في الوسط، سمينا دي سايتس امبيجوس. بنبص لو تو لانج تو لوبس بقى اسمها ليفت ايزوريزم،
لو تو لانج ثلاثه لوب بقى اسمها رايت ايزوجونيزم. السبلين فين؟ لو مش موجود خالص بقى اسمه اسبلينيا، لو موجود بس مالتيبل سبلين بقى اسمهم بوري سبلين. تعالى بقى نشوف الكلام ده هنشوفه ازاي. تاني بص كده، هنا الهارت والليفر في الميد لاين، ده اسمها الهارت والليفر في الميد لاين، ده اسمها سايتوس امبيجوس، بس هنا معاهم مالتيبل سبلين، مالتيبل سبلين بقى اسمها بولي سبلينيا، معهاش سبلين خالص بقى اسمها اسبلينيا سيندروم، اسبلينيا سيندروم. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده، بص كده ركز معايا. انت بتعمل دلوقتي سي تي، بتعمل دلوقتي سي تي، لقيت الليفر ناحيه الليفت، ماشي، لقيت الليفر ناحيه الليفت وما لقيتش سبلين، وما لقيتش سبلين، بس لقيت مكانه حاجات صغيره كده كتيره، يبقى ده اسمه، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ السبلين مش موجود في انومالي ومالتيبل سبلين صغيرين كده، ده اسمه بولي سبلينيا سيندروم، بولي سبلينيا سيندروم. تمام كده؟ هي مش سايتس امبيجيوس قوي عشان الليفر بقى معظمه ناحيه الليفت، بس يعني ماشي ماشي، بس ايه؟ بولي سبلينيا سيندروم، بولي سبلينيا سيندروم. بص كده، رحت ناحيه الرايت، رحت ناحيه الرايت سايد، ماشي، ولقيت بدل ما الاقي سبلين لقيت مالتيبل كده، وناحيه الليفت سايد لقيت الليفر، يبقى دي سايتس انفيرسس، انفيرسس ويز ايه؟ ويز نورمال سبلين ولا ويز بولي سبلين؟ سايتس انفيرسس ويز ايه؟ بولي سبلين سندروم. مش هتلاقي السبلين الاب، مش هتلاقي السبلين الاب. يبقى ايه دلوقتي الفرق؟ ايه دلوقتي الفرق؟ ايه دلوقتي الفرق بين ال، هتخيل معاك حالتين، هتخيل معاك حالتين دلوقتي، ركز معايا. واحده فيها الليفر ناحيه الليفت ومالتيبل سمول سبلين ناحيه الرايت، والحاله الثانيه فيها الليفر ناحيه الليفت وسبلين ناحيه الرايت وفي بتاعه صغيره. ايه البتاعه الصغيره دي وايه البتاعات الصغيره دي؟ لا هتعرفيه ندى، هتعرفيه بالبورتال فين، وهتعرفيه بالجول بلادر، هتعرفيه كل حاجه. اللي ناحيه دي سبلينيول، يبقى دي سايتس انفيرسس معاها سبلينيول، انما دي سايتس انفيرسس معاها ايه؟ سايتس انفيرسس معاها ايه؟ بولي سبلين. واضح كده الفرق يا شباب؟ واضح كده الفرق؟ واضح كده الفرق؟ يبقى الفرق في مين؟ في وجود السبلين الاب. هل السبلين الاب كده موجود ولا لا؟ هل السبلين الاب موجود ولا لا؟ لو مش موجود بقى بولي سبلين يا سندروم، لو موجود بقى الصغيره دي سبلين، مش كده؟ ماشي؟ طيب بص كده، ده ليفر، ده ليفر في الميد لاين، ده ميد لاين ليفر لا ناحيه الليفت، لا ناحيه الليفت ولا ناحيه الرايت، ولقيت حاجات مدوره كده، ولقيت حاجات مدوره كده، يبقى ايه التشخيص بتاعك؟ سايتس امبيجيوس ويز بولي سبلينيا سندروم. يا سلام عليكم، والله العظيم تشخيصات صعبه، والله تشخيصات صعبه. انا الليفل اللي انا بكلمك فيه ده مش عارف انت تعرف ولا لا، ان ده ليفل تقيل، يعني تقيل فوق فوق معدي كل حاجه. الليفل اللي انا بقول لك عليه ده انا عارف انا بقول لك ايه، ده ليفل تقيل، ده مش اي حد يعمله، مش اي حد يعمله. طيب ركز كده معايا، احنا دلوقتي فرقنا بين حاجتين، فرقنا بين السبلينيول رقم واحد اللي فيه سبلين وفيه بتاعه صغيره كده جنبه، فرقنا رقم اتنين بالحاجه اللي فيها انومالي، انومالي وما فيهاش سبلين، وما فيهاش سبلين اب وفيها مالتيبل سبلين، سمينا ده بولي سبلين، بولي سبلين.
ماشي كده؟ يبقى ده سبلينيول وده بولي سبلينيول. في حاجه ثالثه بقى اسمها سبلينوزس. سبيلي نوز. ماشي؟ طيب ايه السبلينوزس ده بقى؟ حاله تروما، حاله تروما، الليفر موجود مكانه في الرايت، السبلين ناحيه الليفت اتقطع او اتعمل له عمليه تروما او عمليه واتشال، وفي حته منه وقعت صغيره، بذره منه وقعت صغيره كده، بذور منه وقعت صغيره، فتعمل حاجه شبه البولي سبلين كده، تعمل حاجه شبه البولي سبلين كده. طب ازاي افرقها عن البولي سبلين؟ ازاي افرقها عن البولي سبلين؟ بحاجتين، بالهيستوري ان في تروما، ان في تروما او سيرجي. الحاجه الثانيه ان الليفر موجود في مكانه ولا انومالي، ان الليفر موجود في مكانه ولا انومالي. موجود تاني عندي ثلاث تعبيرات، عندي ثلاث تعبيرات، ما تدخلش الثلاثه في بعض. اول واحد الصغنون السبلين يول. يبقى الصغنون مين؟ الصغنون ده يعني الصغير. السبلين يول، احفظها كده، الصغنون سبلين يول، الصغنون سبلين يول، الصغنون سبلين يول. حلو. التاني اللي فيه بولي سبلينيا، كل الحالات البولي بتفكرك بالانوملي، بتفكرك بالانوملي زي البوليسيستيك ليفر ديزيز، زي البوليسيستيك كيدني ديزيز. ساعتها البولي ده زي البولي هيدرامنوس بتاع الاطفال بتاع الفيتوس، البولي سبلينيا فيها الليفر مش في مكانه، فيها الليفر. طب مش ممكن الدكتور يكون تحاز كبر وبعد ما اتشال طحال؟ ممكن. هقول لك الفرق دلوقتي. ماشي، البولي سبلين الليفر مش في مكانه، ليفر انومالي لوكيشن، السبلين الاب مش موجود، ومالتيبل سمول سبلين انسايد. امال السبلينوزس، افتكر السبلينوزس اللي فيها سيرجري او تروما، وساعتها السبلين اتقطع ونزل منه حته صغيره كده، نزلت في البروتينيال كافيتي وعملت لي مالتيبل ليجنز كده. يبقى عندي في ثلاث تفريقات بينهم، بين السبلينوزس والسبلينيول والبولي سبلينيا سيندروم. تعال بقى نشوف بقى الصور عشان نعرف. بص كده، عيان عمل حادثه، عيان عمل حادثه، بلاش دي عشان دي صعبه. عيان عمل حادثه وشال السبلين، وبعد شويه سنه سنتين ثلاثه جاي يعمل فولو اب، لقيت حاجه كده. ايه الاحتمالات بتاعتها؟ ملهاش احتمالات ثانيه، ممكن لا اما سبلينوزس او سبلينيول، كان صغير وكبر صح كده؟ مش فارقه الاثنين عن بعض، مش فارقه انك تفرق لي بينهم. في الاخر ده سبلينك تيشو موجود في الحته دي. لكن سؤالي، ينفع اكتب على ده بولي سبلينيا سندروم؟ مينفعش. طيب السؤال الثاني، لو لقيتهم مالتيبل، يعني لقيت 1 2 3 4 5، ممكن يبقى بولي سبلينيا سندروم ولا لا؟ ممكن يبقى بولي سبلينيا، بس خلي بالك ان دول كلهم ناحيه الليفت. ممكن يبقى بولي سبلينيا سندروم ولا لا؟ خلي بالك ان كلهم ناحيه الليفت، لا انا قلت لك، طيب انا قلت لك دايما في بولي سبلينيا في انومالي صح؟ في انومالي، مش مكانهم غالبا بيبقى ناحيه الرايت. طيب الاحتمال الاكبر ان دول كان العيان عنده 5 سبلينيول والخمسه كبروا، ولا الاحتمال الاكبر تبقى سبلينوزس؟ ايه رايك؟ الاحتمال الاكبر تبقى ايه؟
الاحتمال الاكبر تبقى ايه؟ ايه رايك؟ عنده خمسه سبلينور وكلهم كبروا ولا سبلينوزس؟ الاحتمال الاكبر تبقى سبلينوزس، صح كده؟ الليفر اتقطع، السبلين اتقطع ونزل منه حتت صغيره، كل واحده كبرت بعد شويه. يا جماعه تاني يعني، معلش هحفظها لك كذا مره، هحفظها لك كذا مره. في نقطه بقى ركز معايا عشان دي نقطه صعبه شويه، دي نقطه صعبه شويه، دي اليورينري بلادر. العيان ده كان عامل حادثه، حادثه وشلنا له السبلين من ست شهور. بعد ست شهور لقينا حوالين اليورينري بلادر في حاجه كده، في ثلاث دوائر كده، ما كانش حد عارف ايه دول، ما كانش حد عارف ايه دول، يعني ثلاث دوائر كده بعد ست شهور من الحادثه وعملنا عمليه، لحد ما حد تفتق ذهنه ليه ما يبقوش دول سبلينوزس، ليه ما يبقاش دول سبلينوزس، وسرحوا في البروتينيال كافيتي، وقعوا من الليفت سايد، نزلوا وبقوا جنب اليورينري بلادر. تخيل فعلا طلعت صح، طلعوا سبلينوزس فعلا، طلعوا سبلينيك تيشو مزروعين في البروتينيال كافيتي فعلا، ماشي. فدي كده حاجه اسمها سبلينوزس، سبلينوزس. طيب اتاكدوا، اتاكدوا بالايستوب ستادي، اتاكدوا بالايستوب ستادي. طيب هنوقف دلوقتي، هنوقف، هناخد بريك، ومش ناسي سؤال مارجريت، مش ناسي سؤالك يا مارجريت، هنجاوبه. هناخد بريك عشان نرجع نعيد حته الانوميز دي تاني من الاول، بعد البريك تكون ريحته شويه ونكمل بقيه الانوميز. الساعة دلوقتي 9 الا تلت، 9 الا 10، هنرجع 9 و10. هنرجع معانا بريك تلت ساعة، هنرجع الساعة 9 و10. بريك ونرجع بعد تلت ساعة إن شاء الله.